الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في فيديو النهاردة إن شاء الله عن فيلم الظالم والمظلوم الجزء الثاني، بطولة الفنان الكبير نور الشريف. وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بسرد وتفاصيل وأحداث وملخص الجزء الثاني من فيلم الظالم والمظلوم. الظابط مرسل اللي هو يبقى نور الشريف بعد ما قتل أبوه جابر الونش، طبعا زعل عليه جدا وعمل ليه عزا كبير جدا، وبعد كده غير بطاقته من مرسي إبراهيم النص إلى جابر الونش، لأنه كان فخور بأبوه جدا، وطبعا كان عايش مع أبوه إبراهيم النص اللي رباه وكان بيوسيه وكان معاه في كل حاجة. فبعد كده مرسي فسخ الخطوبة اللي ما بينه وما بين وفاء بنت سالم، لأنه كان كل ما يبص فيها يفتكر أبوها اللي اغتصب أمه. فطبعا تم فسخ الخطوبة ما بينهم، وطبعا إبراهيم النص كان بيلومه ويقول له إن وفاء محترمة ملهاش دعوة بأبوها. فطبعا كان مصمم مرسي بإنه يفسخ الخطوبة وبرضه ما رجعش. وفي يوم من الأيام كان شاف واحدة عجبته جدا تدعى ياسمين بنت يوسف السماني، وياسمين دي تبقى زميلة واحد ليه في الشغل. فطبعا أعجب بيها وطلب يدها واتجوزها، ومرسي عمل فرح كبير جدا. وطبعا بعد فترة من الجواز مرسي أنجب من ياسمين مراته ولد، وطبعا سماه على اسم والده، سماه جابر. وفي يوم من الأيام مراته ياسمين خلال وهي كانت راجعة من شغلها تم اختطافها من سلس شباب كانوا سكرانين وكانوا فاقدين الوعي. فلما خطفوها اغتصبوها التلاتة، فطبعا لما اغتصبوها كانت طبعا بتنزف دم وكانت خلاص بتموت. فطبعا لما لحقوها في المستشفى جه مرسي واخذ منها مواصفات التلات شباب دول، وطبعا ادت بطاقة واحد فيهم وقالت ان البطاقة دي واحد نسيهم فيها، البطاقة دي وقعت منه خلال هو بيهرب. فطبعا اخذت البطاقة ياسمين وأدتها ليوزها قبل ما تموت، ووصلوا طبعا مراته ياسمين بأنها يخلي باله من ولدهم جابر الصغير. فطبعا جابر أو مرسي بعد موت مراته جن جنونه وأخذ بطاقة الودة وراح جابه. فبعد كده كتفه وقيده بالحبال وقال لي بأنه يقر على الاتنين اللي كانوا معاه، فطبعا كان رافض يقول على اسمهم. فطبعا مرسي راح قطع صباعه وقال لو ما قلتش حقطع صباعك صباح صباح لغاية لما خلص صوابعك كلها اقطعها بالسكين. فطبعا من شدة الألم اعترف وقال على الاتنين الباقين. فبعد لما وصل لهم جابهم التلاتة وبدأ يضرب يعدمهم بالرصاص، قتلهم التلاتة. وطبعا الحكومة قبضت على مرسي لأنه أخذ حقه بدراعه ما أخذهوش بالقانون. فطبعا لما تعرض على النيابة حولته على محكمة الجنايات، ومحكمة الجنايات حكمت عليه بالسجن المشدد 25 سنة. فطبعا وصى أبوه إبراهيم النص بأنه يربي ابنه زي ما رباه بالضبط. فطبعا زعل أبوه النص إبراهيم النص وقال له بأنه هو ليه أخذ حقه بدراعه، ما كان يستنى وهم كده كانوا حيتعدموا، ولكن هو استعجل. فطبعا كان زعلان جدا إبراهيم النص بسبب ابنه أخذ 25 سنة في السجن. والضابط مرسي لما دخل السجن أتعرض لمشاكل وبهدلة كثيرة جدا، ومن مظاهر البهدل والمشاكل دي بأنه في واحد اسمه كان كبريتة تاجر مخدرات اللي كان قابض عليه ودخل السجن مرسي. فطبعا أول ما شاف مرسي ما صدق يطلع غلبه فيه. فطبعا كبريتة كان ماسك كبير السجن كله، فمسك الضابط مرسي وعمل له تشريفة وضربه لغاية لما خلى الضابط مرسي يغمى عليه من شدة الضرب، لأنه طبعا كبريتة ما كانش بيضرب لوحده، كان بيضربه هو وكل المساجين، لأنه هو كان مسيطر على كل المساجين والكل كان يخاف منه يسمع كلامه. فطبعا كده بعد كده الضابط مرسي حولوه على مستشفى السجن. ففي واحد زميله يدعى سيد
أول ما عرف اللي حصل راح دخل السجن وضرب كبريتة ودخله حبس انفرادي. فبعد كده لما طلع من المستشفى الضابط مرسي زميله في السجن الضابط اللي كان ماسك المساجين كان بيدخله أكل غير السجن وكان بيراعيه في كل حاجة. فلما طلع كبريتة من الحبس الانفرادي انتقم منه الضابط مرسي وضربه لغاية لما موته. فبعد كده في يوم من الأيام خلاله هو كان في فسحة المساجين زميل كبريتة كان اسمه حموضة عشان كان بيحب كبريتة صاحبه راح انتقم منه فراح مسك مطوة وضربها في بطن الضابط مرسي. ووقتها الضابط مرسي فاق لأنه كان بيحلم من بداية لما خطفوا مراته ياسمين، يعني هو كان بيحلم من بداية لما خطفوا مراته ياسمين. فطبعا صحي من النوم وقام مفزوع وقال لأ، فصحيت مراته ياسمين وقالت له في ايه؟ قال اديني بخ مية اديني شوية مية. فلما شرب قال الحمد لله كابوس واتمنى بانه ما يتحققش. فبعد كده حمد ربنا بانه هو كان بيحلم ما كانش في واقع. فبعد كده قال لمراته ياسمين بانها ما ترجعش من الشغل متأخر وبانها كل ما تروح الشغل هو حيوصلها وهو حيجيبها، يعني وصلها في الصبح وهو اللي حيجيبها من الشغل برضه. وقالها كمان بانها تخلي بالها من ولدهم الصغير جابر. فسألته عن ايه السبب، قالها من غير سبب لانه ما كانش راضي يحكي الحلم الوحش اللي هو حلمه ده. فبعد كده مرسي مارس شغله الطبيعي. وفي يوم من الايام كان طالع يقبض على تاجر مخدرات كان اسمه معوض. فخلال اللي هو بيطارده طبعا رجالة معوض ضربت على الضابط مرسي هو والقوات اللي معاه نار. فخلال الاشتباك وضرب النار ده الضابط مرسي اتصاب بطلقة في كتفه. فبعد كده حولوه على المستشفى وباقي القوات بتاعته وزمايل الضابط مرسي تم القبض على تاجر المخدرات هو وكل اللي معاه. فبعد كده الضابط مرسي عملوا لي عملية واخرجوا الطلقة من كتفه وحالته الصحية بدأت تتحسن. وطبعا مراته وابوه ابراهيم النص اتخضوا عليه وكانوا واقفين امام غرفة العمليات وما طمنوش غير لما طلع الدكتور وطمنهم وقال لهم انهم طلعوا الرصاصة من كتفه وحالته الصحية بدأت تتحسن تدريجيا لغاية لما طلع من المستشفى. وطبعا تم ترقيته لانه قدر يقبض على تاجر المخدرات الخطير ده. ومن هنا تكون نهاية الجزء الثاني من فيلم الظالم والمظلوم. اتمنى بانه يكون نال اعجابكم اعزائي المشاهدين. وياريت يا جماعة نفسه في اي جزء تاني سواء من فيلم او مسلسل ياريت يعرفنا ده في التعليقات، وانا احاول بقدر الامكان وبقدر السرعة الف ليه الجزء اللي هو نفسه فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.